السلام عليكم واهلا بكم في الفيديو ده يا جماعة. هنعمل حاجة مفيدة وجميلة وبسيطة وسهلة. ازاي نختم الغرز بتاعتنا بطريقة عمل اي كورد. اي كورد يعني حبل كده اهو، ده شكله من وش الشغل وده شكله في ظهر الشغل، نضيفه جميل نختم بيه الغرز بدون عمل بليسي او اي حاجة. اهو طريقة حلوة وجميلة وسهلة وبسيطة، هنعملها مع بعض خطوة بخطوة في الفيديو ده. عشان نبدأ يا جماعة طريقة اللي هو الختم ده او ختم الغرز بطريقة جميلة اللي هي الاي كورد، اسمها طريقة الاي كورد. انا عملت فيديو قبل كده طريقة ان اعمل ابتدي بشغل اي كورد، ابتدي الشغل من بطريقة الاي كورد وازاي نعمل اي كورد اللي هو حبل لوحده. في الفيديو ده ازاي نختم بطريقة الاي كورد. فاحنا هنبتدي، احنا عندنا الشغل كده، اشتغلنا شغل اهو وده نهايته، عايزين ننتهي ونختم نقفل الغرز بطريقة جميلة مش محتاجة لتاني ولا بلسي ولا اي حاجة. نعمل ايه؟ نبتدي نضيف 3 غرز على الشغل بتاعنا اهو. هنبتدي نضيف 3 غرز. شوفوا طريقة اضافة الغرز دي اهي، طلعنا من غرزة غرزة وادي الغرزة التانية، ندخل كده كأننا هنشتغل علة ونطلعها ما نسدتهاش ونحطها تاني بالطريقة دي على الإبرة الشمال. ادي تاني غرزة، ادي التالتة، بقى عندنا 3 غرز ضفناهم للشغل. نعمل ايه؟ نبتدي نشتغل 2 1 2، التالتة مع اول غرزة في الشغل نشتغلهم معا بس من اللفة الخلفية. اشتغل 2 مع بعض باللفة الخلفية، واحدة اللي زودناها مع الأولى اللي في أول الشغل. الطريقة دي رجعوا 3 على الإبرة اليمين، نرجعهم تاني على الإبرة الشمال خلاص اهو. ونشتغل 2 تاني، 1 2، ونيجي لتالت واحدة نشتغلها مع اللي قبلها من اللفة الخلفية، 2 مع من اللفة الخلفية اهو. نتبع نفس الخطوات، بعد ما اشتغلنا 2 مع ملف الخلفية نرجعهم على الابرة الشمال بالطريقة دي، ونشتغل الاولى والتانية، نمشي بنفس الخطوات تاني،
واخر واحدة مع اللي قبلها في الشغل، نختمهم مع بعض 2 مع الملفة الخلفية. نرجع نعمل ايه؟ نرجع التلاتة تاني على الابرة الشمال ونشتغل الاولى والتانية بس، وتالت واحدة نشتغلها مع واحدة من اللي في الشغل، نخليهم 2 عدل مع اللفة الخلفية، وهكذا يا جماعة بنمشي بنفس الطريقة دي. نرجع التلاتة تاني على الإبرة الشمال، نشتغل الأولى بس والتانية والتالتة مع واحدة من اللي في الشغل، نقفلهم مع بعض من اللفة الخلفية مع بعض. شفتوا يا جماعة؟ اهو هبتدت بينهم، ابتدى يظهر الاي كورد يعني زي حبل كده، ونضيف من ورا هوريه لكم. بس نشتغل كمان شوية اهو بنفس الطريقة، 1 2 التالتة مع واحدة من اللي قبلها، ارجعهم تاني عشان اشتغل 1 2 الاولانيين بس، والتالتة مع واحدة من اللي في الشغل. اهو بدأ يبان معانا، اهو شفتوا من وش الشغل اهو، من ظهر الشغل مقفول وجميل ونضيف كأنه متني. بصوا طريقة جميلة جدا، عجبتني جدا، قلت لازم مش هفوتها واعملها لكم فيديو برضو. شفتوا هخلص انا الشغل كله بالطريقة دي من ابر الغرز، ووريكم شكل الشغل في النهاية خالص. رجعت لما خلصت خالص كل الغرز قفلتها، اهو شكلها شفتوا نظيفة جميل ازاي. وصلنا خلاص اهو اخر غرزة باخدها مع اللي قبلها، اهي 2 مع الملفة الخلفية برضو، اتبقى لي دول اهو، برجع اهو 3 غرز دول، اشتغل الاولى واشتغل دي 2 عدل مع 2 مع برضو من اللفة الخلفية بنفس الطريقة، ويتبقى الاتنين دول، 2 دول برضو هشتغلهم 2 مع، بختم الشغل عشان يطلعوا لي واحدة بنفس الطريقة اهي اهو. خلاص بقى غرزة واحدة اهي، بشد الخيط واقصه خلاص بقى بالطريقة دي. شايفين يا جماعة؟ دي الطريقة بقى، شكل بصوا شكله حلو جدا. شفتوا من الخلف عامل ازاي من ورا الشغل، مش محتاج اي حاجة. وطريقة جديدة برضو، مش لازم يكون اخر بليسيه او اي حاجة، بصوا شكله جميل. دي طريقة ختم الغرز بعمل اي كورد اهو قصادكم، دي الطريقة وده الشكل. يا رب تكون الطريقة فهمتوها، سهلة وبسيطة جدا وحلوة، نتيجتها حلوة. واشكركم ونتقابل في فيديو جديد، ومع السلامة.